شفنا الفرحة ديال مجموعة من الزعماء العرب، شفنا الفرحة ديال الفنانين كبار ديال الإعلاميين كبار بانتصار المنتخب المغربي البلجيكي. يعني من هنا لواحد 20 عام ولا 30 عام ولا 40 عام غادي نبقاو نهضروا على هذا الانتصار، لأنه انتصار تاريخي. إذا كان الجيل ديال 98 باقي الآن كيتذكر الانتصار على اسكتلندا ب 3-0، فأكيد هذا الانتصار على وصيف العالم، يعني المرتبة الثانية في العالم غادي تبقى تذكرها الأجيال. تفاعل حكام العرب، الأمير تميم أو الحاكم ديال قطر، الحكام ديال الإمارات و وعندنا واحد الرئيس ديال واحد الدولة يعني كيتبع الكرة وكيهنئ المنتخب ديالو خصوصا إلا فازوا على المغرب، يعني إلا فازوا علينا بشي بيلانتيات، شي منتخب جزائري للزوارق الشراعية ولا التسلق على الجبال مثلا غلب المنتخب المغربي. حنا ما كنسيقوش الخبار لهاد الأمور، حتى كندخلوا للتويتر ديالو عاد كنلقاو كيهنئ المنتخب الجزائري ديالو. يعني أي حاجة لعب فيها المنتخب الجزائري مع المغرب كتلقاه دائما هو وشي فوز كيبارك لهم. بينا نسولوا عبد المجيد كدبون رئيس الدولة اللي منهوك الجار ديالنا، ما رأيك في فوز المنتخب المغربي البارح أمام منتخب بلجيكا؟ وخصوصا راك شناك محلل محنك وكتعطي تصريحات للبي ان سبورت. العزاء في شيراتون فورا، العزاء في شيراتون فورا، ولما لا يكون العزاء والدولة اللي منهوك على الأقل في الخطاب الرسمي ديالها والإعلام الرسمي تكلم. شوفوا الإخوان بين قوسين، الإعلام الرسمي والخطاب الرسمي، أما الخطاب الشعبي فهو فقط موجه بنسبة كبيرة، ولكن فيه شرفاء اللي كنحييهم من هنا اللي فرحوا لنا من القلوب ديالهم. التلفزيون الجزائري اللي كيمثل الإعلام وكيمثل الدولة الجزائرية البارح يعني تكلم على كل شيء، الماتشات ديال البارح الا الماتش ديال المغرب، راه هما عند بالهم ما لعبش المغرب وما انتصرش المغرب وما دار والو المغرب. غادي نتكلموا على هذا الموضوع، غادي نتكلموا كذلك على الشغب ديال بلجيكا، مجموعه من المستجدات وصلتنا غادي ننقلوا عليكم بكل امانه، وكذلك نحلل بعض الصور التي وصلتنا لنخلي مسؤوليه المغرب والمغاربه من هذه الاحداث المشينه، احداث دخل فيها الانفصال، دخل فيها مجموعه من المندسين الذين يريدون تسميم العلاقات المغربية البلجيكية. تبعوا معنا هذه الحلقة من الأول حتى الأخر، مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة قبل ما ندخلوا معكم التفاصيل ديال المواضيع اللي تكلمنا عليها اليوم، لابد أننا نتكلموا على ردة الفعل العالمية اللي بقى مستمرة بعد فوز المغرب. نجم المنتخب البلجيكي بكل روح رياضية يحتفي بالقميص المغربي وكيلبس واحد الوليد ديالو هذا القميص. شكرا لنجم البلجيكا أزارد اللي كان البارح، ما عرفتش أنا الناس كيقول لك راه ما لعبش، مع أنني أنا شفتو شكل واحد الخطورة على المغرب خصوصا في الشوط الأول. كذلك نشوف الأمين العام لجامعة الدول العربية اللي دار واحد التغريدة، وكما قلنا في الحلقة ديال الصباح لموا الشملي العرب الحقيقيين هما المغاربة، قال أهني المنتخب المغربي على هذا الفوز الغالي على بلجيكا، لقد أسعد أداء الفريق الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة. كنتمنى حظ موفق للمنتخبات خصوصا المنتخب السعودي وكذلك التونسي اللي بقي عندهم واحد النسبة مهمة إن شاء الله ديال التأهل في هذا الكأس. احتفالات الإخوة ديالنا الفلسطينيين بفوز المغرب كانت كبيرة البارح، غير اللي بغي يدخل شي واحد يسمم العلاقات الفلسطينية المغربية، إما ولله الحمد فلسطينيين عارفين شنو كيديروا، أهدوا للمنتخب المغربي دون المنتخبات العربية الأخرى أغنية من التلفزيون الرسمي الفلسطيني. كذلك كانت احتفالاتهم بالدبكة، شكرا جزيلا للإخوة الفلسطينيين. شوفوا واحد مقطع من الاحتفال ديال الفلسطينيين بفوز المغرب.
كرم الضيافة القطري غير يعني ماشي غريب على دولة قطر وعلى الشعب ديال قطر اللي مباشرة بعد نهاية المقابلة الجيران ديال الملعب خرجوا الحلاوي وكيوزعوهم على الجماهير المغربية فوزا وفرحا يعني فرحا بالفوز ديال المغرب في المقابلة. شكرا لأهل قطر لحاكم قطر لشعب قطر وردوا لكم إن شاء الله في ساعة الخير ومرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب. اللي ما كيعرفش بزاف ديال الناس في واحد اللقاء صحفي هذه واحد الشهر تقريبا ديال حميد ديال الصابري مع واحد صحيفه مغربيه اكد بان غادي يلعب المغرب مع بلجيكا في عيد الميلاد ديالو وقال بانني ساسجل هدفا في الماتش ديال بلجيكا احتفاء بعيد الميلاد ديالي وعد فاوفى. شكرا للصابري للروح الوطنيه العاليه. نمشيو الى التلفزيون الجزائري اللي كان خارج التغطيه. اذا كانت التلفزيونيات العربيه كلها احتفت بانتصار المغرب كنشوفوا الاعلام اللي من هوك راه ما على بالوش بان المغرب انتصر وبان المغرب لعب وما عارفش بان اصلا المغرب مشارك في الكاس. ولكن قبل ذلك غير باش ما تقولوش لينا باننا نسمم العلاقات وكننشروا الفتنه وهذه 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 ديك يعني ماشيش كلشي الاعلام الجزائري ماشيش كله مسقي بمغرفه وحده. كاين مجموعه من الشرفاء من هاد الناس اللي كيعجبني صراحه ولكن مره كيدير شي زلقه الدنيا هانيه ولكن نشوفوا ليه الحسنات ديالو اللي اكثر من المساوي. بن الشيخ علي بن الشيخ تكلم في البلاطو ديال قناه جزائريه اخرى متخصصه في اخبار الرياضه والرياضيين واشاد بالمنتخب المغربي وبالقتاليه ديال المغرب وتكال كلمات زوينه هذه راه من داخل الاعلام الجزائري. ملي كنقولوا راه كاينين الشرفاء كاينين الشرفاء حتى في الاعلام الجزائري. ولكن قبل ما ندوزوا معكم الى التلفزيون الجزائري كاين واحد الصحفي جزائري ما تسرطاتش ليه متخصص في سب المغرب والمغاربه سميتو محمد لامين بليلي كتب: هؤلاء يمثلون ابناء الشعب المغربي الذي يرفض التطبيع وسينتصر في قضيته ولا عزاء للمخزن المتبع وعلى الشعب الجزائري عدم السقوط في فخ الصهيون مخزنيه والا تتجاوب مع منشورات وتعليقات المطبعين لان هؤلاء لا يمثلون الشعب المغربي وفي الاخير نحن لا نكن اي عداء للشعب المغربي المغلوب على امره. الفراس كاد الناس راه كيقولوا هاد الساجدين هاد اللعابه كيقولوا الله الوطن الملك ووراء السياسه الرشيديه ديال الملك ومع عمرهم كانوا ضدها. فقط كيفاش انت بغيتي المغاربه ما يعلقوش وانت كاتب واحد تدوينه استفزازيه كتستفز منها المغاربه ما فهمش اللوجيك داخل كاتب تعليق كيسب فيه المغاربه وكيقول الجزائريين لا ما تسبوش المغاربه لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن كنقولوا اذا بحالك موتوا بغيظكم. كنعرفناكم بانكم ستفرحون جدا بهزيمه المغرب ولكن ما شاء الله وقدر فعل والفوز ديال المغاربه ازعجكم ازعج كذلك التلفزيون الجزائري يعني التلفزيون الرسمي الجزائري التلفزيون ديال الدوله يعني الناطق الرسمي باسم الدولة. نشوفوا هاد الخزعبلات ديال التلفزيون الجزائري اللي تكلم على الماتشات ديال البارح كلهم جا حتى الماتش ديال المغرب وما تكلمش عليه. خو ماتش يوم ماتش ماروك كندا est officiellement éliminé après sa lutte de la Croatie par 4-1. Incroyable. Le dernier match opposera l'Espagne à l'Allemagne pour Costa Rica et qui تكلموا عليها. Quel honte. تكلموا على الماتش ديال كوستاريكا دابا مزيان طيب الله نشرت لينا النتائج ديال الماتشات بثلاثه ديال البارح هما شتيهم الماتشات ديال لي ريزولتا ديال لا 8 جورني اللي كاينه فيها الماتش ديال الجابون وكوستاريكا الماتش ديال كندا وكرواتيا والماتش ديال الاسباني والمانيا والماتش ديال المغرب فين مشى فين زلق فين سقط ولا قال لكم عمي شيراتون لا ما تلوحوش هاد الحويجات ما تكتبوهاش راه عارفينكم بانكم تحسدون المغرب وموتوا بغيظكم على الاقل على الاقل كونوا حياديين
ياك نتوما اعلاميين، ولكن الاعلام الموجه من الكبرانات ومن الجنرالات ما غاديش يدير الا ما تصله من اوامر، وبينتوا على حقيقتكم وبينتوا على البغض ديالكم الحقيقي. احداث الشغب ديال بلجيكا، احداث ديال الشغب ديال البلجيكا، شخصيا انا استغربت. شوفوا معايا دابا الشغب بالعرض البطيء، الله يرحم لكم الوالدين، بالعرض البطيء شوفوا معايا العالم المغربي. العالم المغربي واحد هز العالم المغربي وكيضرب في سياره. ها انا ما ما ما, ما فهمتهاش، يعني كيفاش واحد هز العالم المغربي او علم اي دوله وكيدير شي حاجه خايبه، كيدير جريمه وهز علم مغربي او العلم ديال الدوله ديالو، فوتوا عليه المغرب. انا كون نهزم المغرب نقدروا نقولوا بانه غضب ديال الجماهير وكذا وكذا وكذا، وبغاو ينتقموا من بلجيكا عن طريق اثاره الشغب في الشوارع ديال بلجيكا. ولكن انت منتظر وبيدير شي شغب وبينك وبين شي واحد شي حساب، راه غادي تجمع هذاك العالم وغادي تحطو باش ما تشوش البلاد ديالك، وغادي تمشي دير ديك الامور ديالك. ولكن اللي شفنا من مجموعه من الاشخاص كيديروا الشغب، كيحرقوا السيارات، كيهرسوا المحلات، وكيجيو امام الصحافه وامام الصور ويهزوا العالم ديال المغرب، هنا كاينه شي حاجه ماشي هي هذه. كاين هنا شي واحد بغى يدخل وبغى يشوه هذاك الدرابو المغربي. حاشا لله يكون مغربي، حاشا لله يكون مغربي. تواصلوا معنا بعد نشرنا للحلقه ديال امس، تكلمنا على الشغب، مجموعه من الاخوه من بلجيكا وقالوا بانه كاينه خطه، كانت خطه قبليه من طرف الانفصاليين الموجودين بكثره في بلجيكا انهم يدخلوا وسط الجماهير المغربيه. هما كانوا كينتظروا المغرب ينهزم ويديروا دوك اعمال الشغب باش تبان بان الجماهير غاضبه. ولكن ملي انتصر المغرب فشلت لهم الخطه، ولكن استمروا فيها. مجموعه من الانفصاليين ديال البوليساريو الخونه اندسوا وسط الجماهير المغربيه، وهما اللي شعلوا الفتيل ديال هذيك الاحتجاجات باش يسمموا العلاقات المغربيه البلجيكيه. للاشاره راه بلجيكا اخر دوله اوروبيه اعترفت بمغربيه الصحراء، هذه واحد المجموعه ديال الاسابيع قليله جدا ملي واجهت وزيره الخارجيه البلجيكيه هنا في المغرب اللي هي من اصل جزائري واعترفت بمغربيه الصحراء. اليوم الخونه والانفصاليين كانوا ينتظرون بشق الانفس هذه الفرصه الذهبيه اللي ما بغاوش يفوتوها باش يبينوا بان المغاربه همج، وبان المغاربه لا يستحقون هذا الاعتراف ديال بلجيكا، ويسمموا العلاقات المغربيه البلجيكيه. وحنا من هذا المنبر كنشكروا الاخوان الجاليه المغربيه في بلجيكا اللي تفاعلوا معنا وتكلموا معنا ونبهونا اننا خاصنا نشروا هذه الحقائق. راه لا يمكن مغربي انه غادي يدير هذا العمل الشغب ويهز الدرابو وفرحان به. الا كان مغربي راه غادي يحشم مثلا بايدير سيدي شي واحد، حنا راه ما نقولوش كلنا ملائكه، راه ما غاديش يهز الدرابو باش يدير هذيك اعمال الشغب ويدير الاشاره للدرابو المغرب. لا، اللي غادي يدير الاشاره للدرابو ديال المغرب امام هذيك الجرائم ليس الا واحد حاقد على المغرب وعلى هذاك الدرابو ديال المغرب. حاشا لله يكون بانه يحتفي بالدرابو ديال المغرب، بانه فرحان بالدرابو المغرب. لا، هذاك بغى يبين للعالم بان المغاربه هما اللي داروا هذا الشغب. اذا باش ما نطيحوش في الفخ الاخوان، المره الجايه يجب التبليغ على كل مندس وسط الجماهير المغربيه في مكان. اذا كنا نبهنا لذاك المشكل ديال قطر واندساس ديال مجموعه من الجماهير من دول اخرى بلا ما نقولوا السميه ديالكم، راكم عارفين، بغاو يدخلوا وسط المغرب مغاربه ويديروا هذيك الاعمال، بغينا نقول لكم اليوم بانه يجب ان ننتبه من هذه الاعمال. خدنا نهايه ديال الحلقه، ما تنساوش الدعم ديالها بابوني اشتراك تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.